كل نجري نجم مسمى مدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي بدل الله جعل فيها رواسي وأنهارا من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من تبعون وإذا كنا قوما إن في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك لهم على عاقبهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم مثلات وإن ربك عيون مغفرة للناس على ظلمهم أن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليها حكم ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إنه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ذلك الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول وجهر به ومنهم مستخف بالليل وسارب بالنهار لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مراد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجالدون بالله وهو شديد المحال. بسم الله
بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استوى واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام والسلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا
حسبي الله. مستعجل؟ عندك شغل؟ عندك دوام؟ عندك نوم؟ باب الحلم والأنات بالرفق. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال إعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم مسيرين ولم تبعثوا معسرين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجازي خير طال عمرك. اعطيكم كلمه هلا حركات. تفضل طال عمرك. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. تكبر الله منا ومنكم صالح العمل. اللهم امين. الحمد لله ان وصل الوقف امس 21%. اللهم لك الحمد ما شاء الله. اي والله، والله ما هو الا بوقفتكم انتم ووقفه النشامه وكل من ساهم في هذا الوقف، ان الله يوفقه وييسر امره. فحبيت بس ابشركم نعم، وباذن الله انه يزيد ذا اليوم وبكره وباقي عندنا مجال. فهذا اللي حبيت ابشركم به، واتمنى من الناس انهم يبادرون وبادروا قبل ان تغادروا. الله يوفقك. انت وجه خير يا ابو الله يطول لي عمرك. وانا غدا يا ابو جزاك الله خير. وانت غدا يا طويل. علم الظهر قاضين احنا. والله اي والله الظهر احنا نركض مع الساحه. لا 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 بيسوي لكم شيء. سرك كعبون؟ لا 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 كعبون ما يدخل. شو هذا كعبون؟ هذا بالشيفة يا ولد. تدخل اشياء لا لا صغير يا الربع ما يقدر معقوله يطلع على الفرش.
والله راسه الظاهر لحاله يدخل. والله العافية اللي فيها اللبوة هذه قطعت الفرش. دائما اللي ما ياكل قول يا اخي. ام الفاهي يا ولد يقول لي نام نوم ما هو طبيعي. ايوه شوف ابو نهيان. هلا استاذ اللي يضرب بالمثل يقول نام نوم ما هو طبيعي. والله بس هني بس من جضعوني. زين روح انت قاعد متخيلين المنظر هذا. ها شوف استني استني قدامكم كذا اسد جالس نايم. لا علم الزين حصه. شو اسالك عنه؟ ولا شوك في دجاج جيتس 13 ارنب وعصافير قدامك اسد قصدك ولا ارنب سالني وين الاسد وين الاسد وين الاسد بالله بوه من النايل والله حتى انجليزي والله وين الاسد بوه من النايل بوه من النايل طقطقه مايك بالله بالله واحد يروح يلمس يحك له مع ظهره وين الاسد ترى ابو نايع ترى لو تروح تحك ظهره من ورا يحس بانك اللبوه ما يدري لا 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 سويت والله اللي انت لك شوف يا ولد شوف يده كوبر يده والله انت شوف يده يا ولد والله وجهك يا جابر نبه هذا ايد الرجال اللي امس تسولف عنه تقول كبر كبر صحه صحه يا راشد من هنا صحه قاعد قاعد صحه يا طيب انتبهوا يا وجه الخير سمبا قادم سمبا جاء سمبا عند تلي بين قطعان ضباع سمبا قادم سمبا جاء شكرا انك تعرف تشب لا 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 حمزه حمزه كم 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 تبخ تدري ايش قال والله البلش من الخمار شو لسان شو لسان ذكرني فيني شو لسان ذكرني سلطان انتبه سمبا قادم سمبا جاء سمبا عدت لي بين قطعان ضباع ابو القمطه يا شيخ يا شوف ابو حصه ابو حصه اهديكم ها سمبا قادم سمبا جاء سمبا عدت لي بين قطعان ضباع سمبا قادم قام 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 يجي القام يا طيب والله وضعه بس هذا جايرين عليه الوقت الظاهر ما في شعر يقتل الذبان يا ولد والله اول مره بحياتي اشوف اسد هنا قدامي شوف قصينا نيابه شوف يعني في غدونا قصينا نيابه شوف اي قصينا نيابه عشان ياكل على اساس اعرف ناس عندهم اسود بس ما يقص نيابه يقول حرام اني احرمه شيء فراسته لا طبيعته لا قصه ولا نيابه ولا غرز ولا غرز راسه اسمه نابه في راسي والله العظيم ياخذون هذا الرجل ما ياخذ ترى عمره شهرين ثلاثه يقدر يطيح سنين صغير اوفى حيوان على وجه الارض اللي تشوف هذا من هو؟ الكلب كلب في عينك والله على الكلب والله اوفى اتكلم من دراسات منو منو حيوان لا يا حبيبي والله اولف اولف قصدي اولف مين ناقه اي والله شرس حيوان شلون بالله جلده يا حرش حرش والله انه اولف حيوان وين اللي لفته علينا وش قصدي يا بدي افهمك تروح اخوي يا ولد لو يلف ولا انك اللي يقول ابوي 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 كذا يسحبك على الحيط يرصك يقيل راسك داخل كشار كشار بعد راسك ليش خلني استمتع باللحظه لا تروعني يا اخي استمتع باللحظه وين اللولف عليك؟ اللولف عليك سلطان سد الاسد بس ما في حل يطالع في 16 كيلو ايه كسوت شوف شوف لا هذا اسد طاري على اساس انك لا عندهم شبوني في الاسود اول شبوني في كل شيء هذا ولد عم تعال هذا ولد عم مقرن مقرن يا منير مقرن سريع منيره الله يا وزعجنا وقسم بالله انه وزعجنا وراك راسيكم لا طيب والله راح يبي يلعب شفته؟ ايه بس لعب ولده مربي اسود انا قلت له بشيل لك كذا يا اخوي ضعيف والله انه ضعيف من اليوم يبرم يبرم والله انا عايب اني الفهد هذه والله الفهد احلى احس يا اخي لا هذا شكل شكله حلو والله الرجال قاعدين يضرب احس هيبه في رزق هيبه بالله هذا كلام ناس نظيف كيوت انا شفت مقطع فيديو ولا يقول لك ايش ناخذ مو برد بس ولد والله صغير ذا ما صغير ذا بعد انا شفت اسع حيوان الفهد ترى بس هو صغير ذا ولا واللي يجي هو اكبر شوف مخالبه شوف اي احد يمرون عندك ولا ما شفت مقصوصات مخالبه ولا شفت في مخالبه شفت طال عمرك مقطع فيديو اثنين اخوان مربين مسكين في امريكا او دول الغربيه الغربيه هم مدربهم فقالوا اللي بيفكه في اللي في الغابه فكوه عقب فتره جو في مكان قاعد يصيحون شوي اللي جاي يعني اخي ينقز علينا يعاني الربع اعوذ بالله لا شفته اي تقدير سمبا ما عنده سواي متى نين خنفك
اليوم كنت اسمه بيت الحكم انت كنت نين ابو الول ابو محمد سم يا قلبي سم الله عدوك يا الله والله امس في الليله بخطف من جنبهن اوه تحس كذي بشعور غريب الاسد نايم عندك الحين ان شاء الله عندنا اسود الحين عندنا اسود وطالب نطلع اسود و يا اخي ما يبغى زرافه ها بتاكل ما تغديت؟ انا ما تغديت عمو ما تغديت بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم السلام عليكم كيف حالكم؟ عسى الامور طيبه اي يا ولد ابنك معي جعل لك البندق ينفض لحيه ها؟ جوك تكلم هذيك تعال تعال دالله شفت الاسد ذلك حيطنبح علي ها انتظر لك انتظر لك قبل شوي انتظر لك بعد شوي بعد شوي شو الموضوع بعد شوي ها تعال تعال انت يا يلا على بالك اني خفت من الاسد انت لا ما خفت من الاسد لا بحرب على بس غير برنامج هو ايه هذا الشعر في راسك اخذت من الاسد شفت امس كنت استوى من حركه انت تكون بارد يا بابا امس علمني على حركه دخلت لي داخل ضربت الاسد هو علمني صد ايش كيف كذا تدخل داخل بين الحدايد اقول اليوم متعلق داخل الحديد طبعا عليهم اشوف اليوم كلمه قال للامانه يا ابو حور انت سلم عليك واحد اسمه طلال قحطاني وش هو؟ ما حصلت وين؟ وين؟ مع الاسود؟ لا قبل البحث طلال القحطاني وين عنده؟ صغير وين عنده؟ الاسود الاصفر في واحد اصفر يطول عمره جابر عطنا مناديل وراك مناديل شوف النظارات حركاتك ها انت شوف النظارات تجي عليك انا ما جاي عليك شوي بس اشوفك قرب الله يعزك يا ابو سياح لب عينك اسمع ايش شروط حياتك؟ ما في شروط بتشارك؟ ايه ابغى اشارك في حياتك في تصريح ها؟ ابغى اشارك في حياتك انت؟ يا بال 24 ساعة انت من فين حياتك جالسين بعد؟ كنت انا السنة الجاية بحياتك؟ هذه ابو حور بيروح معاه الله بيروح ابو حور تضحك؟ بتشوف بتسابق ها؟ مين متسابق؟ شاف وش تبغى؟ مدير قناة انا ولا ايش؟ كلي قابل كلي قابل انتظر عبد الله عبد الله مين؟ حلاوي هو كل اذا جاب يلقى احد ياكل معاه طال عمرك حمل سمي قبل خوين اقعد هنا لين يفرج الله انت تاكل سلطه ولا تاكل حقه؟ يا محمد يوم جاني اخوي قال ميدي هي اذا قمت تاكل تطفي المايك قلت له جواب منك تاكل حيود حق والله هذا عبد الله انتظرناك ترانا طويله قلت تمشى ها ها عبد الله ابرد الباردين تعال محتاج هذا وايد عبد الله يا الله يمشي يا الله ياكل يا الله عبد الله هذا كثير تعال هذا كثير اذا بغينا زايد بنطلب لا لا تجيب شيء تعال تجيب خلص تاخذ جبت ربع على كيفك انت تعال عبد الله تعال بالنعمه انت لا تجيب لا تجيب شيء ايش فيك انت مريض؟ تمشى الرجال محروم من الزاد علشانك يقول ما نسميه قبل خوينا ما اليوم ينتظر لين خوينا ياتي لا شيء يحط الشطه بعد اشهد بالله انه قبندي سم 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 ابو حاضر يا رجل الجرح ده لعب فيني لعب هاي الجرح شلعت 20 مره والحمد لله انا قاعد اول حبه ورمت شفايفي توري
أنا قلت الحمد لله. بلاك ما بقعت لأنك بقعت عن بدري أنت. واحد من الشباب قلت يا ولد جاب المريض. قال شو عنده؟ قلت حبلت عنده الشفايف. ايوه تعرف شو معنى حبلت؟ ما تعرف؟ تعرف الكفر التاير؟ تعرفه؟ ما يجي نوب فيه انتفاخه من داخل. هذا التحبيل. ضحك الجميع. وصف جميل داره. اسمه تحبيله. انا متاكد انه ما جاء الشيء ذا الا من ثنتين. الاولى ينام بدون ما يغسل فمه بعد الاكل. تمام. لا لا هذا اشهد له بالفرشاه المعجون. والله. الثانيه. والثانيه في حشرات في العين. اما الاولى للاسف لم تنصفني. اما في الثانيه قبلته. لا ما قبلته. قد يكون. اكيد لان اكبر حشره عندي انت. بوم. الله الله عليك. شو حاجة الحلوه دي؟ وعلمه الرمايه كل يوم. الحين اشتد ساعده. الحين اشتد ساعده وقصفني قصف وجهك. الله يعزك ابو حوت. لا والله ونعم. لكن من الحشرات هذه ما اعرف من البرد ولا من الاكل. لا والله في حشرات. انا اقوم والله حشرات. ليش انت الحشرات ما جاتكم انتم؟ عشان كذا ما انا ما في جسم ما في دهون ما في. يا ولد يجيك النامس يشفطني يضرب براسه كذا يقول كذا ما في يتفل اخر شيء ويشفط الدم كذا والله يشفط. بعدين اخذنا ساعه يموت بعدها اقول له يفوتك يمشي على جنب. يا بحر. اما انا عن نفسي ها ايش تقول؟ لا تسوي نامس. عادي ترى ما مو كذا. حي هو حي ما جاء صب الله لا يحيي جثركم. ها صام الاخ مقتصد قلت صب لي في قبضه ممتاز لك. ايه موجني يا ابو حور. ابو حور ايش قال؟ قال الحب. ايش قال؟ الحب يا ذكي ابو حور. انا ابو حور. ابو حور ها ابيك تعطينا موقف. حسيت ان الله سبحانه وتعالى اعطاك حياه جديده. موقف يعني بغيت تموت ولكن رب رحمه. يا الهي موقف ايش يا خالد؟ يا ودي والله موقف كفو. والله انك احسن عزيز. احسن واحد يعني اختاروا. خالد عزال اخترت الموضوع. لم توفق في هذا السؤال. لم توفق. لا اي شغل. لا لا بعلمك به. موقف. موقف هذا الموقف اللي سلمت منه من الموت صدق. طلعت من كنت في جد بهاراتك وطلعت وشلني خالد منه يبغى منه يطيح علي هنا يبغى ينكسر عندي الحوض. اول مره يجيني ضربه واحده ويضيبني جسمي كامل. الحوض يضرب الركبه منتهيه. انسيت ذاك اليوم تغيرت المشي ولا ما الى الان. ايمان 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 ايمان. ما يزينك يا بحور. ايش بذاك اليوم؟ لا حرام بحور اللي بتكتب على البرنامج. لا والله عزائي الوحيد انك ان شاء الله بتسكن في الرياض. انا بس ممكن اسكن والله ما ادري. تكفى. تحط لي شقه النظيفه. والله انا ابشر اللي بيدور لك شقه ان شاء الله جاء. انا فرحان انا اكثر انسان فرحان. لو عندي دراهم كان شريتها. راح اترك بحور بعد اسبوعين. ايش رايك يا؟ راح اشوف وجهه. طبعا اخوي انا بيرجعون صح؟ انا والله اذا اشتغلت اذا اشتغلت بحور ها؟ بعد بكره ولا بكره بدور لي طياره بامسك للجنوب ان شاء الله. روح بو والله لا اشتقت ابو حور والله لا جيت المجلس العامل ان شاء الله مصوره فهد الشهراني. الله ما شفت من داخل بالله. يوم صوره فهد ارسل في مؤتمر جمهوري ايش الشعور والله
نحن في عرف الدين. يقول انها خالية على عروشها. ان البيبان مقفل، يقول ما تعودنا نجي نلقى باب مقفل. كان فيها عامل. منير. دي القهوة والشاهي. حتى وانت ما انت موجود. حتى ما يوجد، لكن الرجال انتهت اقامته وزاير هو. وكمل يلعبوا. بالله عليك. بس جو اخواني وزبطوا اموره. ردوا. الله يستر. منير نص بس ترى في البرد نص ربع 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 بس اسمع مضبي ها ترى في البرد ديرتنا ثلج اما انا اول ما شاء الله تبارك الرحمن اول مره اعيش في الرياض اول مره مندي هات يعني اطول في الرياض والعاده تجي اسبوع اربع ايام ثلاث ايام يومين ثلاثه يا ولد الجو هنا غريب اي والله والناس غريبه بعد ها لا الناس حبيبه حشوه بس والله العظيم اني شفت شايب رحت المستشفى وانا قابل لي شايب ما يعرفني حسبنا يعرفني كله مع الرجال ما هو مات لا الله يوفقك يا ولدي من وين انا قد اخذت درس من واحد شايب في الطائرة وجدته في الرياض أنا في شايب ذكرت معه في الطائرة قال من أنت؟ كان عبد السلام محمد سعيد أحمد الشاران ويا الحسن وفزيوان من تهمني أهوانا أعطيته يا ولد ما عاد اللي أعطيه رقم الحاسب يا سلام رقم الحاسب الهوية يعني حاسب نسميه الحاسب شو تسمونه أنت؟ يسمونه الآلة الحاسبة المهم يا طويل المستوى الكمبيوتر يجعلني الهيكل يمكن هم يسمونه والله العظيم لفجر وجهك والله لفجر وجهك بوكس خليه ندخل بقول تعال تعال خليني بكوي غترتك يا بطوش غيروا له خشم غيروا له اي شيء المهم اني فجرت شنو الجرايد يلا نظف الجرايد يلا جابر الحكماني نظف الجرايد وشوف الكتابوت اللي قاعد تصارع فيه وهذا الجنازه اللي اخذتوها من القفاري وش صار عليها؟ باقي موجوده؟ قول يلا ان الله ييسر امرك وان الله يوفقك الله يوفقك برأي من ييسر امرك افا يا ابو ما تورطنا يا اخو ما الجنازه انا قلت الفرشه انا اقول جنازه هيا زين زين موضوعها ابشرك ايش الحين فيه؟ الحين الاثنين الشايب لا علمته باسمي يوم قلت من انت قال من ارض الله قال لك البند وانت معلم من ارض الله كيف يعني؟ ما بيعلمني شيء فان غبنت يا ولد هو اللي بدا سالك؟ جاني صداع في نختي هو اللي بدات بالسؤال؟ ايه والله هذا الصراحة عنده فيوزر يمكن ذكرتني بشايب احترق قدم مرة والله السوق ما غنم ما ببيعها سمت يا ولد لا والله ما سمت صبح وانا واصل سامر الاول مواصل ما مواصل قد ساعة ذيك التعليقة حقت الفصلة وجيك كم يا ولد اعطاني قيمة ما بحول فتح الله كل ما قال افتح الله لو قال 2000 قلت افتح الله وجهه مره ما يخارج بعيد وش النهايه؟ المهم هو يقعد يلف على السياره يفتح الله كل ما قال سومه يفتح الله يفتح قاعد يمسك يفتح الله يلعب بيته وصل علي شوفه يفتح الله يلعب قلت يا ولد ماني بايع يفتح الله يعني ما هي بقيمتها ايه اه قلت يا ولد ماني بايع توكل على الله فانا ابوك فانا ابوك انت ما تستحي ايوه السوق ايش بيشتري هو؟ انا بشتري سياره انا ابغى ابوي ذيك الايام وانا كنا المدرسه كانت قريب لكن اشوف العرب كلهم سياره الحمد لله ابوي ظروفه طيبه الان الحمد لله قلت يا ولد قلت يا ابا ان كان اني نجحت ذي السنه وجبت ممتاز انت تبي سياره قال ابشر هذيك الايام جاه مبلغ في بيعه ما هو بسيط ابوي قد سحب علي قبل اتفاقيه سحب علي لكن ده قال هيا مشي نجحت طبعا انا الحمد لله ونشكر من فضل الله اصيل امي وابوي وجدي وجدتي حتى اجدادي اللي من صوب امي واللي اجداد انا احبهم كلهم الحمد لله مستحيل اني ازعلهم جدي سعيد واقف معي جدتي واقفه معي امه ابوي وامه ابوي والديه واقفين معي
والدي امي واقفين معي، يعني فيه الفه بين الاسره. الحمد لله ما في تناحى. احلى شيء والله. ما من بعض هم؟ والله ما تعرف. ساكنين مع بعض يعني قريب؟ ايوه. نفس الديره. وين انت تعرف جدي سعد؟ اوه طويل وضعيف. الى الحين؟ تلاقي قد يضحك قد. لا مات الله. ماتوا كلهم. كلهم ماتوا؟ الله يحفظهم. جدتي سمرة جابر عادي. الله يحفظهم. انا اسميها معاندة الحياة. لا يطلعون رياضية ان شاء الله كبيرة سن عندها غدة وعندها سكر وضغط وضغط بس ما شاء الله مصارع الحياة مرتاحة نفسية. المهم ونجي يا عبد الله على طاري السيارة وننزل السوق كل ما سمنا سيارة كل ما سمنا سيارة قال ابوي طيبة وانت اطيب طيبة وانت قلت يا ابني ترك فلعتك بودنا وحمنا اول يوم طيبة وانت اطيب طيبة وانت اطيب الله يبيض وجهك الله يجمل اشتري سيارة انت بتشترينا سيارة ولا اروح نايب الحلال يضحك طيبة وانت اطيب اخر ما في باله واحد بالمئة يشتري سيارة ابي اشتري ومغطي حول ظني شهر وحنا ننزل كل جمعة ابو محمد طيبة وانت اطيب ابو وصلت الى مرحلة ابغى اي سيارة طبعا انا لازم حوض عرفت حوض قصدك عشان اسمه ايه عشان تحمل فيها الطعام لا والله ما ابغى طعام احنا فينا انتم في بسط ولا بشي لا الا كذا ماخذين هذيك الايام فن الشباب قد سن ولا هاي لكسون كل ما اجي سيارة حلمتك طيبة وانت اطيب كم هيبة قال 30 طيبة وانت اطيب كامي ب 25 طيب كيف رحت تركت فجرت راسي وانت طيب انت تشتري انت ولا ما بتشتري انت تعرف الشخص اللي يقول مثلا والله السياره حلوه لكن بعدها ما هي اللي في بالي نفس السالفه طيب وانت طيب حتى اللي بغيت يشتري سياره صينيه ترى في سيارات صينيه ايه وخلاص وحلوه عاد ما يكدم شوف ايش صار شوف الاصرار سبب ليش نجاح دخلت فكره هنا ان لازم اني انتج من نفسي وصار بيني وبين ابوي مجاكره منافسه شريفه ما في داعي وكد واستاجر لي سياره وكد عليها واطلع وانزل وكذا واشتري لي من المكده ذي سياره 2002 ذيك الايام كامري اش بي يو تفاحي لا لا العشبي موديل كم 2002 ب 62 الف ما ادري والله اني قد نسيت او ب 58 والله ما ادري يا ولد قراطيس ما اللي معك كامري ذيك الايام؟ ما اللي معك؟ اللي مع كامري مثل اللي مع الحين لكزس اول ولا الحين؟ ذيك الايام اول الحين الكامري منتشر عندنا اكثر سيارة عندنا كامري ما حد معطيها وجه لا الحين اكثر سيارة منتشر عندنا اي زين كامري على منها اسمع المهم امشي واشتغل يا طول عمري عندي غرفة في جدة اجيها طايح نوم وعندي غرفة في مكة عندي غرفة في الطائف عندي في غرفتين. في الرياض غرفة أملني سكن في كل مكان سريع عليه وأخطط أخطط المملكة العربية السعودية خططها تخطيط بالسيارة وتعرفت على العالم ذولا أهل المكدة ذولا تعرفت عليهم بشكل بشع يا ولد وصل بهم أنهم يتصلون علي يقول شوف ركابك جاهزين طبعا هي والله مهنة خطيرة مهنة خطيرة أنا ما أسرع شوي ما تسع والله العظيم إن يجلس في الشهر إن يرجع وإن الدرج مليان فلوس إن شاء الله أرجع بعشرين بس تسوي عليها أربع تاكسي ولا إيش سيارته الخاصة لا ذيك الأيام كان مسموح الحين ممنوع لازم تاكسي لازم لا سيارتي خاصة بس حلو الشغل طبعا فلوس تد الحين بتبيع العسل ان شاء الله بتد حلاوي يا حلا اوف يا كسار صفرسان ابوي لسان الله يجعل المعصر تحت يديك يا قلبي
كفو طير البر كفو كفو طير البر غصب ما عليك كفو والله ولد زي هالوقت الاسبوع اللي فات بلي كافية قهوة والحين عندك تشب لي نار يسر علي اقول زي هالوقت الاسبوع اللي فات بلي كافية قهوة انت الله يرحم امك خلي لك اهلك جيب كرسي جيب كرسي تسهر عليك عيوني يا شجوني والقلب بك مفتوني وانا الصدق الهوى معطنك صدق الهوى معطنك لو يسألوني عنك شلي جرالي منك في حبنا يا غالي قلب على هونك وانا قلب على هونك تسهر عليك عيوني يا راحتي وشجوني والقلب بك مفتوني وانا صدق الهوى معطنك صدق الهوى معطنك افا ياكل ذيله افا يلحس يلحس ذيله يا بون هيانا يا ابو يا بون هيانا قوم بسك من الجلسة حره جيب الغوري ذاك اي غوري ذاك بسني يا الربع بسني من الجلسة قوم انا بملنا 75 يوم احنا نراكب عندي لا شغال خاشل عن الضيف عليه انا شفتك شو الحليب حسيت قريت ان الجو استثنائي تسكر ها هذا اللي معه وسختنا رايحين فيها لا 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 عم شاربين فيه محلي والله لا والله عم شاربين فيه الحليب ترى ما ينفع لازم تغسله بفيري وتغسله تعقم يا رجال طولنا قسم بالله ايش فيك ابن حيان بدق اخبارنا هنا ايش فيك ها سك يا لا 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 يا مهستر مهستر انت شوف ها والله مغسول نظيف نظيف شم شم شوف شم انت يا اخوي هذا دلوع شم من ريحتك شم من ريحتك لا تقول كويس هذا الغاسل هذا الغاسل دلوع لقد تم قصف جبهته بنجاح لا لا هو قاعد يذب ذبات ما هي حلوه ما بالمنطق ما هي حلوه انت قاعد تسبب بالمنطق هذا شيء هذا شيء فريق احلى من ريحته انني اسمع صفيرا ابن هيان ابن هيان هو التصوير حاله حاله خلينا نسير عشانك يلا روح ابو الهيان ابو الهيان يا ابوك اخوي انا وش اسوي طيب انا ايش اسوي بحياته هو مسكين انت وما كنت هذا تعال تعال شفنا يا ابو حصه النار بعدين يلا قوم قوم يلا ما في احنا جديد وين وين بس خلنا نشوف النار ايش فيك اليوم ايش فيك ايش فيك اليوم اوه ليتني ما صرت مزيون ذبحني الدخان يا قلبي انا والله مثلك ذبحنا الدخان يا اخي والله كان طق منا كان هج منا الدخان والله انه يا اخي قام يروح يمين ويسار سمع سالفتك يا اخي انا ما شاء الله يعني اصيد فهمت بالحذفه اصيد فهمت شوف خليت مره ان شاء الله حمام ولا شيء شوف شلون اصيدها لك
أو والله إنك أبو حصة شباب قفندي زلة عطنا ولاعة شوف جبت ولاعة جبت ولاعة وياك كسار يا أبوي كسار نظر عيني كسار يا حبيبي يا لبيبي كسار كسار يا ولد عمي يا كسار ماذا جرى لها؟ لا لماذا لا تشب؟ شب 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 حط الولعة فيها حط الولعة فيها عشان ما تطفي لا أنا حاطة ولعة وين ولعة؟ هذه الولعة هذه الولعة ما في إلا واحدة أعطني أعطني وأنت حاطن لك براسك وين أنت؟ حك لا لا حط وين؟ لا تدخل فيها ترى فيها خياس فيها بخاخ لا يجيني بالبحر ثم يقلب الدنيا وقتها نبي الأسد يطلع البحر نفكه ها والله يا الربع قسما بالله اني اعرف ناس هذي اجواهم يوميا عنده 13 شبك اسود على نمور على كذا وجلس تنفيذ في النص وقهوه وشاي هوايه بعضهم هوايه ها كلهم اغلبهم اهل القصيم ايوه القصمان قصمان مجنن يا اخي سبحان الله موهبه ها؟ ما ادري موهبه مدري هوايه قصه موهبه حط عليها خشب حط بتبي اغلى تشب السلام عليكم السلام مرحبا الف تبقى والله كيفك ايش رايكم نشلها؟ هذا معمار الظاهر انه مو مرتب زين ولا شيء جونا العيال بس انا عند الحيوانات المفترسه يا ابو ايوه عيال عم وجلس جنب العيال تصدق كانك اسد كذا؟ انا قايل لك قل والله كان اسد يا ابتدائي الفاصل حق الافلام كسار طيب ناديته غمزلي والله قلت المحل ها شلون؟ غمزلي قال فين؟ ما ادري والله قال لحد يدري لحد يدري اني اعلام لا لا تعال تعال لا تروح بس بينك وبين الفهد علاقة انت اي علاقة ودية استراحة هذه فيها يعني بس فيها شوفة نفس لا 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 كل واحد ما شوف شوف شو يسوي بيده ايه ايوه شوف شوف يا ابو جليغم يا المنتهي يا ابو سعد روح شوف تبي تفكه وتحطه في حضني شوف اسمع الاصوات اللي انت ما تدري وش وضعها هذا كانك البليتر حق ديتسن والله كانك البليتر ديتسن شوف ايش الصوت لا لا جابر جابر يا رجال والله اني اطلع جابر يا الفاهي والله اني اطلع انا حالف جابر عيال يطلعوه اذا صار عندنا مدرب يا رجال ما كنا اطلع 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 بس اهم شيء لا تخاف يعني. ايه لا تخاف لا تجي كذا لا تفوق امسك افتح افتح خلي عيش الرجال لا لا حطه فوق خلاص تطفي حطه فوق تعال الله يقرفه يلا يا شباب مستعدين؟ ايه طلع طلع خلني اعطيه مويه اي مستعدين؟ يا رجال طلع طلع بس افتح 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 يا رجال انا بشوفكم افتح يا رجال افتح 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 هالشيخ افتح يا رجال افتح من قال صابر صابر تعال 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 افتح يا سعد يا عبد الله بن سعد يا رجال افتح يا عبد الله بن سعد واخي اقعد عنده بالله لا ليه لا لا ذال انا يعني انت ممنوع اي ذال وجه الكبريت يلا افتح وادخل عليه افتح يا رجال خليه يطلع لا طيب لا شباب هو متسوي ايش بتسوي المدرب خله ترجع مش والله ما بيرجع للمدرب حقه ما هي طيب حسيت انه منعجه يا ولد رابع حياطه دول بس بالعكس يا رجال دب ذا عمره 8 شهور ادخل على الاسد عمره سنه لا ما داخلين عليه عمره سنه ها عمره سنه ما الفرق بينه وبين شهرين يلا والله لو يلعب الاسد ما داخلين عليه 4 شهور هذا نلعب معه امس اي بس عنده لكن يقول تو مكلين وشبعان زين شيء شبعان تبي قرط فيني؟ اي لان انت شبعان رجع الشبك زي ما كان شفت يا ابو نهيان موجود يا اخو انا لو اكل او شرب ولا انت ما تعامل الا مع سود انا اتعامل مع عيال عمي انت شوف قلت شقره راعي شقره راعي شقره تعال راعي شقره شوف حليله طلع طلع خلني اطلق طلع انت بلوش بك كيف ترجع؟ كيفي انا انت ايش عندك تلفون حطب انت الحين؟ زعمك انك تبي تشبه يعني والله انك ابو هذه شبك يا حليلك لا معمول معمول انت اللي رفعته معمول عندك ترفع معمول ما تشب ما تشب صغار انت لفيته صح؟ فكه عندك ترفع؟ دخن دخن ارفع شوي ارفع ما تبي يطلع ورد يعني من النار شوي بس
دخل في شبات نار. شبات نار. شبات تشبه صح. شبات يعني. شبات. لا تطنز. لا تطنز كلام أحد. اقسم بالله. ترى نحن 75 وصلنا 75. والله العظيم سلطان. كني تطنز على الثاني عيب. شبيت. ما حد تطنز على كلامك. ولا حد تطنز على كلام أبو حصان. كفو والله. ما حد تطنز على كلام أحد. والله أنك كفو. شوف 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 حقد يا ولد. يعطيك العافية. كله من ياكل يديه. ايش فيك زعلان؟ فايش عمل فيديو؟ ايش فيك؟ فايش عمل فيديو؟ ايش قول اليوم ضاق؟ ياكل ايده. عبد الله ايش قول اليوم؟ ايش قول؟ جوك اليوم فاهي. نعم قول اليوم. جوك نايم. بالله كيف المنظر وراي اسود وراي كذا. انا كذا بدي اشوف بالضبط. والله فخامة قسم بالله. وراك اسد. راح اجيب لك خبز تميز. اصورك صور معه؟ يا ليت والله. سعد. انت لزمك بالفاض. سعد. لا 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 اطلع الشمس والله ابو بحله دسروي دي حبيبي تروح في الجامع عند محمد المطيري عند لا روح روح فضه ولا سوي كذا راح الماي رش ماء رش ماء ما لا 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 فضاب فضاب الحين سيده عند محمد المطيري يسوي فضاب اي فاتح مفصل اي بخاف حد عنده وقده فضاب اي تخم اي شيء تخمه وصاخه شيء والله اساسا ما ادري الحين ما ادري ايش وضعك قلت لك شقاء ولا ما ادري ايش وضعك صافطه الامور دخل في بعض كتوم اي نادي يا اخوي جوكم اليوم بيض يا اخوي هذا عندك تبي طاف ولا تبي صافق تبي مراقه جدران عندك ابو هو يلا ايش خذ لك سجه انت فيها وسجه حمل ما طاف ولا جدران مالي خذ شوف شوف شكله ايش فيك اليوم منفس ما منفس جوك نايم سلطان جوعان والله وش جوعان لا ما هو جوعان كل مطعم مفتوح مطعم مفتوح والنعمه موجوده والله العظيم ابكيك ابو حور ولا ابكيك السلام عليكم والله راح اشوف ادب طال عمرك يا ابو حور والله انا زعلان الغرفه والله نود انه والله نود انه ينفجر تغدي كل وته فوق البرج يا اخي ايش علي منه والله هم بالانهاء لا 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 مزح مزح الا لشوف لا والله الله انت اللي شوف انت اللي ابو حور ولا احنا سفاره والله ما قد شفتها محترمه وهاديه الا امس وذا اليوم تراها من هالجهه لا يعلم بها الا الله في موقف شوف اسمع صوتك شوف شوف شو عمل والله اني احسب انه ماطور شغال شو عمل فيديو شوف ايش يسوي غريب لا شو اسمه شو اسمه تسمونه الغوري ما ادري شو حق ابو حصه الصفار ذاك انت تبغى عسل صفار يبغى عسل صح تكفى طلعوا اجيب له عسل يا رجال قال عمره 6 شهور خلنا نطلع له ابنه 6 شهور طلعه اي رجال طلعه قبل شوي يقول لكم طلعه يا ولد لا تطلع لا تطلع طلعه بس لا والله اني ابرشك والله هذه خايف يا اخي ما نعرفه ما عندك مشكله يا كابتن صح صح كابتن والله لو يروح لبلش والله ما يروح يلا يبكي ترى يلا شفت الرجال يلعب شفت الرجال يلعب معه بعد البث امس ترى يده كلها دم والله دمه يصب والله دمه يصب عضه البارح من هنا والله يا اخي تدخل اقول والله دمه يصب والله شفته هي البارح قلت لك ايش هذا قال جرح قديم ما ادري من طازه شفته بعيني ايش بني راسي مربع اذني مدلهده يود وجه كلب ويده يده وعل شوف نيبانه وراسه نيبانه عادي ما تجي اي عادي ما حط نيبانه على فخذك هيك عضك من هنا وينت ينسى نص فخذك تروح المستشفى تقول دب انا على كلام مساعد انه اوليف صام الله بطلعبه شفت يا رجال معلومه بسيطه عن الفهد كم توقعون سرعتها تصل هذه 120 اسرع حيوان في العالم يقولون 160 كيلو في الساعه اسرع حيوان هذه مرسيدس لا لا امزح 60 كيلو في الساعه لا 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 اكثر يا ولد انت ما شفتها وهي تهرول على البطيء 80 كيلو في الساعه 60 لا لا اكثر كذا يقل 60 هذا سرعة 80 انت لا لا اكثر من 60 اذا 60 80 ترى ابي حور ابي حور الجلسه ذي وش ذكرك ابي حور ابي حور تبيت حاجه اكثر من 100 اكثر من 60 طيب يا رجال تدري انها خطر علينا وش سامي انا اكتشفت حاجه سامي لطخ وجهنا بالبويات إيه؟ وقلبنا كناسين وغسالين ونجارين وحدادين وليسين وكل شيء واخر شيء لو ممثلين الان طعم طعم للحيوان هذا على ناس طعم ضريبه دخولك هذا البرنامج يطلعك وانت هيك العظمي طيب لحظه امشي تقول له طيب الحيوانات المفترسه ايش قال لك شنو ما ادري
ايه قلت الحيوانات هذه تقعد معنا في القيقه ما تكون لها طريقه خاصه مدربين ولو مفكس الكرياء يعني جليغم لو تمسكك كذا ولا بحور يعني لا ما شوف اللي بتستفيد منه سلطان فصول وانا بس لا والله لا انا وانت خلينا حلا تحلي علينا خلاص تمزمز علينا بس عظمه تمزمز قويه يا ولد لا بالع صاروخ والله ما ادري بالع جنزير رهيب اقول لك زين شفت والله رهيب والله اني ما نزعج يا ولد مع ان التواضع حتى انا ما مرتاح لي اقول غثيث اني ما نزلت اسسبك لا لا والله ما خلانا ننام اليوم اوكله ما خلانا ننام الله لا يسامحك انا اقول ايش اللي ناشبه في فرته هذا رك معطينه تمر ما ياكل تمر خذ عقل الا هلا ما ياكل لا توت وكرز في القريه نعم يذهب الى القريه لياكل مع فلونا وشمندر والله اني خرفنت والبارح بالعصير يا ابو خرفنت والبارح بالعصير خرفنت الحيوانات والزيور وين الحمام هذه والله شمع على اخر فور اخر احنا حصل ام الحمام كرور يا ابو والله ما اخر الحمام من يوم طبعا اخوي محسن ترى يعشق الحمام عنده سرب كامل في لا صويب ما شاء الله اذا جاي يعشيه شفت من كل دي اقول لك شفته شوي حبس كذا والله كان الله واجد عنده بس خلينا نشوف شيء بس اصيد ما هذه ابغاها تصحصح لا 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 ابغاها تصحصح دور دور ما يسمع يخليها كذا راقد ثم نمس صح انت كسار جزار هذا العصا كسار ابو حور هاي كسار ابو حور ها كان عصا ورا لا ما اقف قبل عصا ولا جيب يقول قيمته 250 الف ذا والله هذه ترى امس علينا مدرب ما درني لو عينته في الديره صفقته بطلقه في وجهه والله لا يصفق قبل 285 الدب شلون يوقف لازم ضروري الدب يا اخوي غثيث يا سلطان الدب غثيث ولا منه فايده عرفتك والله غثنا يا والله دقيت يا رحيم 4-5 ايه شوف تحت عارف وانت يا سلطان انت صبغت بوجهي في الصحراء نزل التوب ابغى انا ومسك وصفك بوجهك نزل التوب وري والله رحت اسوي لها غراء تطور الحمد لله والله يسر قال تبغى غرزه هنا فوق ولا تبغى غراء قلت ليه انت شايفه مجلى قال لا فيه غراء نعطيك ثقيل يا ولد افتح الجرح كذا وعبوه زي المال هاي طياره خاصه هاي طياره خاصه احنا فرش ونجلس الله يهديها والله ما بكم خير اي والله شل منك ابو نيار اقرب من الخوف اقرب من الخوف اخر طيب يا بقيره ايش المثل يقول اقرب من الخوف كامل اقرب من الخوف كامل لا واحد اثنين شل معي قوم يا لبوه والله ما تفهمين لو انك مره تنصاح ما تقولين عندك خشم اسمها الاولى يا ولد النفسيه ذا بس نزله قومي ايوه يا ولد ترى يا ابو حور اقسم بالله لا يطلع عيدي عليك يا الله ما يفوز لحظه والله ما يطلع لا 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 وش عندك تحت لا 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 قام قام لا 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 قل له يقرب يقرب عينه اسد اوه الوجه اللي به شر شوف ها يا ابوي تعال والله يا وجه النكبه والله همده ماشي طوك يا ابو حصه ايش فيك اجيب لكم حمام تيوس شيء طليان خلني اجيك ايش المال يخرب الى قريه هنا متسابق منافس اسمع تبقى غير مرغوب وين بطانيتك اللي جاتك امس من وين هذه من الغابه ملك اسمع ملك تجي عندنا هنا في القريه تسوي لي فيها نفسي بحظك الوجه والله ما عندي فيك وجهك مربع والله ما عندي فيك والله لو انك رجال انت عارف ايش لك وش عليك وتاكل بيمينك ما انت فشب كذا شباب جفتك تعقدت خل يرتاح شوي شي ابو محمد الغثيث ذا ايش جوه اقسم بالله يا سلطان ابو حور والله بيض وجه من جاب الزوليه يرحم والديه ويجعله كبنا اللي جاب الزوليه الله يجعله في الجنه والله يا اخوي عندي صديق اللي صار عليه حادث وقده داني هديه والله كل ما شفتها يا رجال اني احزن عليه الله يرحمه ليه والله يا رجال ليش عم تحزن صار عليه حادث الله يرحمه الله يرحمه والله اني محصل انها في السياره انها طالعه كلوتين عند رجله لا اله الا الله اخي خلاص من قبل الحادث الله يهديك انت يوم شفت الاسود جاك غريزه القصائد جاك غريزه الفريسه ايوه جو غثيث غثيث يا ولد
ايش ذنبه طيب؟ والله ما كلنا تمر ما رجال خلق على الدنيا لقي نفسه دب ايش يسوي لك؟ يا الحب صحي له ودب خليه يسجل في النادي معك ولد صحي له ودب ايش يسوي لك؟ والله انا واكل تو تمر ما خلينا نرجع لا لا ما تمر اما الثقل بحور الثقل شوفها والله والله ما الثقل والجرام انا اشهد والله ما الاجرام والله بدت مني عرش الرجال يهبها هي لقمه لا لا هذا عادي عباد هذا من قطوه والله العظيم تدري من وين يمسك هو فريسته؟ من هنا ايه بس هذا ايه صح والاسد يمسكها من هنا من لا لا سلاله البسس هذا سلاله الهرم لا لا الاسد تدري ايش يسوي فريسته؟ اول شيء بيده ذا ذا يقمص كذا ويقمص هنا انا بقول لك شيء طيب صلي على النبي يا ولد ذا ماطور شغال خلطه فيه والله انت تقول ماطور ايه هذا لازم نفسيه لازم اعطيه المايك والله لا اعطيه المايك في الاخير قط وذا هذا اللي وبعد من سلاله القطاوه صح يعني شوف وجهه وجه قطو بس كبير من انت هي انت قطو عود فيك فيك هذا هذا اسد هذا اسد بالله هذا اسد انا وياه حسبته ام كتوم انا وياه نتكي بجد هذا كسار وش اللي تعرف هذه الناسد بس انها كلها فصيلتها واحده الى القطاوه اصلي هذا مو قط تبغى عسل سدر يبي سنة صح انت عز الله ان اخوياك انت باهي انت انت اللي تشفيك الله يهديك هذا اسد اسد بالله عليك بس لا لا هذا اسد هذا قطو هذاك قطو انا عجل ابي الحليب والشاي شلون؟ لازم على النار مو لازم على النار ما في الا لا يا اخي نجيبها هذيك تعال لا تصير الموضوع يا سلطان لا تحاول تتهرب من الحقيقه بيت الحكمه لا تتهرب من الحقيقه الله يجيب وجهك لا تتهرب من الحقيقه سلطان لا تشوفكم بقى ما اسمع صوت الدب او خلي الاسد ياكلها ولا تنبلها مره ثانيه كل كل والله انك نفسي يا رجال يا اخوي يا رجال ايش يا كسار ايش حالك يا ابو كسار ايش اسمه ولده كسره يا ابو كسره كيف حالك ابو كسره يا ود والله انهم مخشن ظنين يلعبون فيه في السكن سوي ملك غابه فمخشن السكن حسيت انها كسار سلطان الله يسامحك والله ناس في الرياض بنسير عليه ناس في الرياض والله سوى الحركة هذه والله ما عطبيته لا لا بنسير دخلوا عين المور لا 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 لا, لا لا هو ما يدخل هو رجل يحترم الأمور ذي أدري بس في ناس نمره لا نمره نشوف لا لا في ناس يمزحون مزح سامج بعضها معود يا أخي قالطن عندك في بيتك وقال قرأت لقيت يتلاوكني في المجلس مش مجلس ضحك ربك علي في المجلس لا هي الربع ما تأكل ما تأكلك لكن مروعة إنها مزحة ذي وانت ما انت متعود عليه وانت ما متعود عليه يا شو ولا ابغى اتعود عليه والله شوف البرنامج الوثائقي الاثنين ذولاك ما ادري وينها بس انه ما يا اخي يا كثر المدربين اللي راح اللي ربوا اسد اي اي ها سلطان ذكرني بسالفه العصافير ذكرني بسالفه العصافير ترى هذا اوفى حيوان مفترس اي اوفى واحد مع سنون كبار واحد يطلع ثلاث دقائق قرب واحد من ابها الرجال مختص في الثعابين ويروح يتعنالها للهند وانه يجيب اصله من الهند ها اصله 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 اللي عرضها كذا كبيره ذيك وانه يجيبها ويوم قدها على طريق وادي بن هشبل وهي تاكله لا يوم جابها كانت في صندوق وانه يجيبها طبعا هو متمرس عطيها فيصل ضخم متمرس عليها ويوم قدها في الطريق ما ادري ايش اللي حصل وطلعي من الكرتون ذا ويعرشيها انا. اوه لا والله وامشي بالسياره كذا لا فرامل ولا شيء وين طمرت ما في شيء. ويوم يجون لا والله ان المكان اللي فيه رقبته انه ثعبان، ويوم يجون لا والله الصندوق عليه الطرد حق السفر حق. يا اخوي يا رب العالمين اعطاك لا ترموا بايديكم ولا تلقوا بايديكم. ترى ما هي سامه. ولا ترموا هذه من كيس. ولا تلقوا ولا تلقوا بايديكم ترى ما هي سامه الاصله. يقولونها كلها. لكن والله انا لو تلقى عليك سامة. ما هي سامه لكن تاخذ زرطه واحده ما هي سامه لكن عدو عينك الله يشوفه هذا زرطك زرط من اللي شاف منكم البنجلاديش تقول
بنغلاديشي كاقول صفطتها في بطن. لا لا تسمي سمى غثيث يا ولد ايش علمه غثيث يا والله كاقول يا غثيث كاقول وين وين يستخدم النشطات كاقول سود مدمور اخلاقيا يعني. كاقول وجه اسود رايح فيه تدري ايش حله تدري ايش حله توافقني توافقني الراي اذا تكفى شيء ناكله اذا استمر كذا توافقني الراي شيء ناكله يا الامير سوي الذوق بالله امير الذوق والرقه ولو يتباهى من حقه اوه يا ابو سعد اكيد اقول يا محبوبي صح يعني تشغلنا اقسم بالله ما قد لعب في حياتي حياتي حتى في الروضه قوم خبره عينه مذبب يصغي بالقلب ابلع بعدين نتكلم يلا اجلس وخلي كرسي وخلنا نجلس يلا جايب ثلاث ملاعق اللي بيتغدى شباب ايش رايكم اجدع ايش رايكم ندخل كتوم مع الاسود احس انه يبغى يتعرف عليه لا والله العظيم اول ما يعرش يعرش السنه يفك التانك ابو حور ابو حور رماد انت خلاص بس شب خلاص شب ديتك يا ابو حور تدري ذبيحه ابو صالح ورا المسجد دخلت اليوم الصبح انا باقي اليوم تحت كل يوم قاعد راعي الحيوانات تطلع وجهي وانا ارجع في الباب راعي الحيوانات تدري قال يبغى لنا خروف خروف اي والله ثلاث باليوم ثلاث قلت له قال نبغى نعطيها الاسد بالله عليك حيه ولا ميته قال لا نبغى حيه نبغى حيه ميه من الاخر تونا يا شباب انا جايب ملاعب غدا مشافي ابو حاضر منايا لبيك الغداء اجيب له دجاجه يا رجال بالعافيه مطبوخ بحصه الله يتلقد منك بحصه مالك غاب اذا تعطي دجاج هذا حصه تعقل لا تعطوه لحمني لا تعطوه لحمني غدا ليه صار متسابق اذا اعطيته لحمني ما ردك راح يتعود على لحمني ويفترس ياكل ايش اعطيه مطبوخ مطبوخ طب ابو هنا صدق لا تناظرني كذا الفهد الفهد الله اكبر من عقب ما انتجوا جول من عقب ما انت اسد الغابه قيل انت اسد القريه يا المضاغه ايش رايكم في الرياضه بعد ما قلت لكم خلينا نسوي الرياضه اللي في الهرم اشوف تروسكم ابو حور ايش رايك ابو فجر يقول راسي ذابحني سوي تعارف بين ال ابغى اسوي ثنائي معه ابو عبد الله انت ابو حور والله الثنائي ناجح شوف شوف تبون تشوفون الاسد ياكل ها شوف والد عمك كسار والله لقيت الاسد كذا والله ضاعت الغابه ايه هذا سلم والله هذا اسد يبي له تلميح مخمزات انا اقطع الدجاجه وتاخذها لا هذا طيب سلطان طيب لا ابغى واحد الدجاجه اقطعها وتاخذها طيب بحور بحور شغل مخك الدجاجه اكبر اكبر يا اعلامي ايش رايك نسوي صلح ارحب ارحبوا نسوي مبادره مبادرة وش هي؟ حفظ الحيوانات دقيقة صلح بين الحيوانات المفترسة والحيوانات الأليفة 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 سوي مبادرة حلو طيب أنتوا نظامتكم روسكم مثلي من الدراسة الثدييات وغير يجيبون مدرسين نفسية اللافقريات 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 أبوي كان مدرس أحياء أبو راجع ليش؟ يعطينا الدرس في عشر دقائق رفعت قول لي ليش؟ ليش؟ لأنه فاهم الدرس لكن يجيك مدرس الحين طبعا ما هو كلهم ويجيك ويمضغ يومه ويطلع قد قد مفك لحيه والنتيجه ما فهمت شيء ليه ابو شافي والله شبت سلام ارحب يا هلا ارحب ابو راشد اقرب يلا لك شب ضوه ارحبوا انتم حديقه حيوانات ذاك اوه حدائق والله 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 ما عاد الا في قلب المدينه في ابها وفي الخميس في كل مكان عندنا جبل ما عندكم لا بس ما هي دوليه ما هي للدوله شخص اعمال شخصيه شو هيدا عندنا واحد شلون تفسحوا لي شوي فيها نعام وفيها فرس النهر وفيها قيام وساق اللي في مصر وفيها فيها انواع من الطيور مره واحد واحد من ربع اخوي خبرنا اخوي يقول ربيع اخوي روح دخل داخل على النعام وقال بس بيخوف النعام تراه مفترس ربيع يعني مصروي حبيبي زين دخل على النعام يا ريال النعام ثاني مفترسه يا اخي مياه رسدي تستدعي اي شيء تلعقبها تشرب مويه تسوي قهوه تسوي شاي خنجر ما معك خنجر ايش يا ماشي زياره وتشرخ منك ها
سكت من دشداشته. اخطفت على دشداشته كامل، كانت بتضربه واخطفت على دشداشته. شلون شلون يا جابر؟ شقت له دشداشته. برجلها ولا بوجهها؟ لا برجلها. صوت صوت الشق شلون؟ حالة تو شوف 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 حالة تو ما دخل في التابوت وين؟ وبعدين يركض يروح يركض 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 عن نعامه ويفز يوم فز يطيح لك مكان فيش فيه الناقة أبو محمد وتيك الناقة منك تركض تركض وهو على العصبية يبون خلاص داير راسه خايف من النعام وقال ها الناقة وقفت طلعت تقول كانها طلعت على مستفهم في وجهها يقول ايش فيها؟ يا ولد يا حبيبي الله يرحم والديك والله طلعت بحور لا لا خلاص خلاص ايش عزونا بالرمال؟ شبت يا رب منه بس انا عندك انت هو البلا انه من عندك ابو حور البلا من عند ابو حور نشكر محمد منصور ابو حور ثاني ابو حور الله لا يبارك الله لا يبارك فيك زد رمادك زد رمادك زد رمادك زد رمادك الشيخ الشيخ النعمة النعمة يا ولد النعمة زد النعمة كلها رماد والله قلت تاكل قراطيش بعدين هذا تدري منين شاريه؟ يا رجل قلت تاكل قراطيش تدري منين ابو حصه شاريه هذا؟ الغداء وانا اقول منين تعلمت ب 10 ريال منين شريته؟ سلطان الفلوس اللي اعطاني اياها الجمهور امس 250 ما شاء الله والله لو ان الجمهور اعطاني 5 ريال اني ما اصرف ابو سعد ها؟ تقدير لهم عبد الله سعد اني ما اصرف ريال واحد توافقني الراي ولا لا؟ والله والله ما اصرف شيء والله ما تصرف والله ما اصرف والله 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 اللي تاكله طيب لا لا انا اعطيك بس اللي علي والله الناس تصرف منها اعطوك الجمهور 50 ريال والله ما ادفع والله ما اصرف منها ريال رصهم على قلبي يا مطر ودير والله لا اصرف منها والله ما جابها لي الا اكلها اكل 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 زعلي باكل فيها باكل فيها هم جابوا لي عشان اكل فيها نشكر رجل الاعمال محمد منصور القحطاني على الجمس اللي جانا امس الازرق اي جمس الجمس الازرق اللي جانا امس نشكر ابو حور على الفلبة الحلوة اللي يقول والله ما اكل على فيصل مشافي على التعزيز نشكره شكر جزيل وشفت الجمس اللي امس ابو شاف شفت الجمس اللي امس انا اعطيك عن نفسي يا غاز كنت خليني اسمع اقول لك استاذ والله لا يعيد يا ماكل يا ثعلب الغابة يا 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 والله انك مزعج مزعج كلها فيك اقعد قر خلينا نسولف زي العالم الناس 75 يوم والله ما قد سولف زي العالم الناس يلا يلا اللي قاطع اللي يدي يخش في سالفة خويا يا شباب عندي سالفة اسمعوا ولد لا 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 كسارة شوف شوف جيب 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 مسخن انت انا كسارة ايه ولا ابو شافي حبيبي نشكر اعلمكم في السالفة طيب نشكر والله مو بمزح خلوا رخام خلاص جاي يتكلم يا الربع صار يا ابو ما لي مسؤول سولف كلها ودي تشكر راعي كم اشكر نفسي انا اشكر يا الربع اشكر القحطان ابو الهيام سولف علي سولف علي يا ابو الهيام يا اخي لا يجي دي ولا اغسل ترى ما انتحر ما اطب على الاسد ما اطب على الاسد والله ما تغسل اللي انت تقول سالفته اسمع والله ما تغسل والله ما تغسل انا حلفت انا حلفت انا بغسل نطاقك انا طالب مليار بغسل مجلس خلاص خلاص مطلوب وين بن عمره يا رجال استغفر الله عطله عطله سعد عطله لا 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 تعطيه ما ياكل دجاج لا اقرط عطى كعبول عطى كعبول بالله عطى كعبول لا عطى الفلفل لا عطى هذاك عطى فهدود فهدود لا لا كعبول والله اختار انا اعطيها كعبول عطى الغثيث لا تكل يديه لعب فيده لا هذا يا اخي العسل يا الربع ترى اثاري في حيوان ولا صحيح قرض العسل قرض عيد روح انت خليها والله انقرض فيه منها 4-5 في المملكه في العالم شوف 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 بياكلها شوف ابو حور أكله والله عاد شغلتون انت ما النار مستنفخون شوف بياكل هو ربي ينفخ خلى مليت انا الرماد شبعت رماد خشمي كله رماد كل شيء حركات قسم شغل المطور والله قالبها يا رجيل كلاها اي والله يمزمز عليها شوف 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 لا راحه يتسلطن شوف الله يخرب بيتك انت ويا مرتك لولو كبيرة كبيرة خسر صغير ما في كبير أنا أبغى هم كبير صحيح يا شباب لا والله تقول ما طور شغال والله الناقة اللي ربي راضنا شيل هذا صحن ودي ناضج ها حبيبي اجلس القهوه اشرب قهوه خلاص مو زينه اجلس محمد عظيم صديقي
وين هذا؟ والله العظيم تعبنا يا اخوي. ايش فيك ايش فيك؟ نجامل. ابو قافه قد اسحب. عطني شاي عطني شاي ابو حصه ولا فون. عزبتك وينها؟ ابو معلوم اسد؟ ولا ما عليك؟ معلوم حنش في جبل كذا يمشي كذا كذا حنش. انت امشي سمسم اسد ولا سمسم حنش في جبل؟ اسمع. ايه اسد. اسمع اسمع. كويس. كلام هذا طبيعي. بنقالية. طبيعي. طبيعي اشتاق لك. طبيعي اشتاق لك. وحن. وحن. وافكر. وافكر. وصير هادي. وصير هادي. لو اني. لو اني. ماني بهادي. ماني وادي. سكرت منك. سكر بن منت. وانا. وانا. ما ودي اسكر. ما ودي اسكر. طيب. طيب. لو ادق. لو ادق. مرة ثانية. مرة ثانية. هادي. هادي. يا سلام. قل البارحة. قل اصبر اصبر اسمع البارحة البارحة يوم الخلايق يوم الخلايق يوم الخلايق نيامة نيامة بيحت اسمع بيحت بيحت من كثر البكاء من كثر البكاء كل مكنون قمت اتوجد وانثر الماء كلام بديتش يا نفسية يا نفسية والله ما كذب من الهذيل نطلع مقطع عين سويت لك الحب لا وش الاغنية وش الاغنية البارحة يطلع ايش موت الحمر لا البارح ديز قلبي وش البارح حق كلام بديتش ديز قلبي لبى عينش هذا جمهور خليه يولي مقرن مات ماك لا مقرن مقرن هذا هذا هو عضو جدو خنوش هون فيلوتشي فيلوتشي عبدو كلام فديتش عبدو الله شو عينش يبي يطلعونه كلام لهوا ارحبوا هلا مرحبوا يرحب كيف حالك الله يطول بعمرك انت شكلك مطلعنا ابراهيم من الصاله عاد الليله ابراهيم الله يستر امرك والله ادري نقهويك لكن شكلك تسوي لنا مشكله لا ما عليك ان شاء الله ان الامور زين الله يقاكم تروحون لا لا ما عاد هذا خلاص هو صحيح قد هنا اسود وهنا يا ولد شكشوكة في الناظر شكشوكة في لندن يلا ابو نيان لا لا على هالوجه الجنة قلامي أبي سندوشات يعني شلون سندوشات ما عندك جبن طبعا لو لحس الجبن أجيب الحين بس عرفت أبغى سندوشات أنا هذه كم فيها أربع حبات سندوش أرصها كذا وأكل إيش رأيك أنت سندوشات ما مغلي ما سلحتيه إيه بس بيض مقلي أحلى شعبان يا حبيبي يا شعبان
شفت ال حيك يا مرحبا. نبغى محسن يجي. صح النوم ابو عبد الله. الدجاج حار. دجاج عطني سلطة حارة وطحينة إذا فيه. تسلم عيونك. ايش فيك مغطي كذا؟ رز أبيض، رز أبيض فيها أبيض؟ هلا. هلا والله حياك الله. شلونك؟ هلا والله. شلونك؟ الحمار هذه اللي جيت من بدني. اخبارك؟ الله يخليك. زين كيفك؟ تمام. امورك تمام؟ الجو حلوه؟ انا باكل اللي يجيبه من حركات. وش اللي يجيبه؟ تعال كل معي رز ودجاج. دقيت مع بجليل ومتوي بطني وجعني، قلت اعطني صدر صدر اسددها. صح يا ابو عبد الله. الله يصح بدنك. ها؟ يلا يلا انا ابي والله جعان. يلا عطى قد جوا شوف. خلك بس نفس هذي سلطان طالب سندويش يا حمده. ايه. يلا سندويش سندويشتين. وش سندويشتين؟ سندويشتين؟ سلطان محتاج ها؟ سلطان لا لا حياك يا يوسف. بارد؟ لا ما تمام. ايش تبي؟ ترايش. ايش؟ ترايش. شكلي عايش فوق راسك، هذا اللي انا احسه. اي والله. لا ما تجي فوق راسي. عشان ما اخلف. ما تجي فوق راسي. ايش تبي انت؟ انت حجمك ما يجي فوق راسي. انا ايش تبي؟ النظارة اكبر من جمجمتك ذي. ما راح انزل مستواي وارد لك. الله اكبر، قل انا اللي ما راح انزل مستواي لك. ولا ما قل له هي يعني. والله العظيم. عرفت ذيك المقطع الصغيرة ذيك اللي يقول. نن 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 نن. لا والله الا دقات اجرى. قعدنا يلا يا شباب تمرين بدا يلا. يا هالقرية. واحد اثنين 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 واحد اثنين. يا جدار ابو حصي. يلا يلا ابو سعد. مستعدين؟ مستعدين. استعداد سر. كلكم انتبه. قف.
لليمين در، لليسار در، للأمام سر، تن تن ترين ترين. الجميع قف، لازم يكون صفكم واحد متوحد، صفكم ايوه كذا صح توازع. لليسار در، هم باليمين، للأمام سر، تن ترين ترين. لليسار سر، دن درين درين. جميعا قف. يا سلام يا سلام عليكم، اجتزتوا مرحلة كبيرة من التدريب ما شاء الله عليكم، أصبحتوا جنود ممتازين ما شاء الله ما شاء الله. 20 ضغطة، أضغط 20. ها 20 الله لا يحلها، وش 20؟ 10 أضغط. 20 10 10 لا بين 10 10. يلا بسرعة يلا بسرعة. ثوبي يلا خلي ثوبك. ثوبي بيتوصل الثوب. نحن هنا جايين، نحن جايين هنا نتدرب. يلا بسرعة ضغط. مايكك يا ابو سعد. خليه ينزل وانزل انا، وش الدنيا فاضي. لا راح ينزل ان شاء الله. طيب انا اخذ ينزل ولا ينفصل من الشغل. ماريو انا ماريو سويت حمطن. وينك انت ماريو؟ كيف قام اي انا يا استاذي ابو سعد للحق. إذا حجك فلة يا روح للحجز. لما نجي فلوس تعال نجي تعال 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 بيوك شباب تعال تعال. في تدريب. لليسار در، للأمام سر. أشوفكم كيف، هل اجتزتوا هذه المرحلة ولا لا؟ ستوب. سؤال واحد وصريح، وش يعني لكم الضابط جابر؟ الضابط جابر واحد واحد طيرت انجدمة. ها طير ما عندك احد. طيب ايش يعني؟ هذه مدح ولا سب؟ لا مدح طبعا. مدح وانت؟ الضابط جابر طير بحر وغثيث وثقيل طير. ثقيل ثقيل يعني ثقيل ثقيل في الهيبه. بيض الله وجهكم وجهكم وجهكم. الامام سر، يمين در، ستوب ستوب ستوب. مكانك ولا حركه ولا حركه. اشوفكم اذا انت شك 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 شك. انت انسان ممتاز جدا. شك 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 شك. ما شاء الله اجتزت مراحل. شك 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 شك. هفا تضرب. لا لا اتمغط. تمغط. عندكم كلكم ثلاث تدريبات اليوم. اول تدريب ثلاث ساعات وتقرسم قابلين الشمس. هيدا العين من الشمس. ليش؟ علشان نقلب لونك من ابيض الاسود. اول مره اشوف انا قندي ابيض. تبينها صير صير اسود؟ صير اسود لازم عشان نعرف ان هل مكروه يعني مكروه. حضره الضابط انا سمعت انك منشد يا حضره الضابط. هذا صحيح؟ احنا قاعدين ننشد ولا قاعدين نتدرب؟ نحن هنا علشان نقوم بواجب الوطن. نحن تسمعني ولا لا؟ اي اسمعك اكيد اسمع. اسمعني. نعم سم. ثلاث ساعات كلكم تحت الشمس. وش هو الضابط مشخص ثاني؟ ثلاث ساعات تحت الشمس. والله ما ادري. قل ان ثانيا انا اول مره اشوف الجندي افضل من الضابط. لا عيوني. يا مستقد يدك جنبك، يدك جنبك، يدك جنبك، يدك جنبك يا اخوي. ما هذا من دخله عندنا؟ هذا انت دخلت والله يهديك. انا دخلته؟ اي متى؟ ابو فهد دخلني. ابو عندك معنا؟ هذا جاي من السكيم والله يطول. من وين جاي؟ من السكيم. من عسكريم. ايش تبغى؟ من عسكريم وجاي. وش بلاوي؟ طيب طيب لحظه لحظه انا بعلم انا 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 جاي انا ما مكانك. كيف المدرب معكم؟ مكانك. والله انه وسط يا شباب. قلت لكم ثلاث ساعات تحت الشمس. يلا يلا الله يعين. جنود اللي مترتب ولا متزين ولا نظاره ولا حركات جا جا يا جندي. جا الجندي ثلاث مرات انا قايل لك لا تتاخر. هذا اليوم الثالث انا اقول لك لا تتاخر. تعال انا مقفل الغرفه مفتاح معي بس ما ادري شلون طلع. شلون طلعت انت الغرفه؟ هي وين رحت انت؟ ها بس خديت غرض البيت وجيت. يا سلام نحن هنا حاجزينكم ولا احنا؟ لا لا عنده ظرف. عنده ظرف ظرف ضروري. طلعت وجيت والله. هو راح عنده اسمه قهوة اسمه استغب استغب. انت الثاني معه. استغب استغب يعني استقيم. استعد استعد استعد. اي صح نسيت بعدين استرح. استعد. وش هالقند المحستر؟ هذا اليمين در. خلص علينا يمين در مرات. وش المال؟ الامام سر
تن ترن 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 يا شباب مد يدك مد يدك مد يدك ايوه خلي يا ضابط اخي يا ضابط قف فكنا من هاللي تدودر تعال يا هاي تبغى طيب يا حضرة الضابط انت لازم تدريب خاص يا حضرة الضابط هاش انا تعلمت كلمني منك طيب انا كلمني منك انت جندي انا تعلمت كم حركه ودي افيدك فيها تفضل يوم رحت الدوره نعم بس لازم اجي في الرمايه في الرمايه دوره في الرمايه وعلمه الرمايه كل يوم وحين اشتد ساعده ورماني لما اشتد حين على كيف والله تعال انت واصل تعال 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 هذا اللي تبغى بغداد وش عنده اطلع على المعسكر اذا انت جاي هنا تتدرب ولا راح طيب يلا يا حضره الضابط ايه هذا هي هات هات الماكينه هات الماكينه لازم حضره الساريو انا والله اشوف جندي انا بجيب الماكينه بس من يصبر معي قشه والله اني صابر والله صابر هات هات والله والله صابر ابو فهد والله هات والله الحلقه جيب قال ابو فهد ها هات هات ابو طيب خلني اعلمكم الحركات يا ابو يا حضره الله سجل انا هنا في الليل لا بس لا انا في الليل لا 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 انا في الليل مش في الليل لا في الليل واقف قدامك ما اعرف انا في مش في الليل بس هاني للضابط قلت جاكيت يا اخيرا بعد 6000 واحد البسه لو تسمح لو تسمح لو تسمح لو تسمح وتتكرم يا ابو نهيان تعال طلع برا سمعنا شيء يا جندي تعال بسرعه يلا الضابط هذا جميل الضابط راح في داهيه انا يعجبني هذه المبادره دائما ارجع مكانه كيف لابس نظارات شيل طيب منه شيل نظاراته لين الرجال اضحك عليهم يلا اضحك عليهم كلهم عيال داخل الكليه كيف بنبط اضحك عليهم كلهم اضحك اضحك عشان اواصل عشان جيرانكم يعني اضحك يلا خلي اضحك قول قولها بنكته نكته نكته سامقه واشوف واحد منكم ما يضحك نكته سامقه واشوف واحد منكم ما يضحك ضابط باقي 20 دقيقه خلصنا يعني يلا بسرعه 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 انا مشغول عندي مشغول انت قاعد هنا تشتغل ولا جا ضيع وقت ترى في واحد ايوه في واحد دخل برنامج منذ 3 شهور نص البرنامج شعر اسود لكن نهايه البرنامج صار شعر ابيض ما يقصد يبيك والله المشكله يا يا جندي هذا الشخص شعره امس ابيض الوكيل رقيب جاي متاخر الوكيل رقيب جاي متاخر هذا وكيل رقيب سلام وكيل رقيب مفرح 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 تفضل يا مفرح شوف كيف كان مفرح يا ضعيف تفضل مكانك انت تعال يا عبد الله جدار تعال انا جوعان بروح اكل اللي جبنا وجهي اجلس مكانك اقول اجلس على كيفك اجلس اجلس انت خلقه بتطيح كيف تمشي بسرعه والله هذا جندي من هستر قال ايش اسوي واسطه داخل ايش واسطه واسطه عند ابو فهد يلا قول لهم اعطني شاي معك يا وجه من فين قول لهم نكته وضحكه وكلكم فيها حاول تجيب واحده وساعد ضحك ولا قسم بالاخر افهمها لحظه بسرعه 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 فيها لا على كيفك انت ضحك على كيفك على كيفك يا ضحك ما قال شيء ضحك ضحك لا 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 في واحد قال انا ب ان شاء الله اذا كبرت بصير بصير تاجر قال اسير ولا بسكوت بعد ايش نطلع هذا للميز ما طلعنا احنا انا بشرب شاي هاي استنى يا شباب روح للميز لا في حركات حضرة الضابط بعلمك اياها دوره خذيتها انا مربع انا مربع راسك مربع لا ما راسي مربع انا مربع احطبه لا تكرم لا احطبه بس انا خذيت دوره لا انا واقف عمود خذيت دوره في ال 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 وانا ايش ما اخذ يعني دوره في ايش بس في حركات ما تعرفها ايش كذا خلي الجنود يجون خلي الجنود يجون خلي الجنود يجون عشان يطبقون يا جنود يا جنود خل الجنود يجون الى الثلاثه واي واحد منكم يقي الساحه تفناش من الشغل واحد تعال نبي الميز اثنين يا شباب ثلاثه ولا لسه تا اثنين ونص كم شهيد اثنين وربع بس ما اثنين وثلاثه اربع شوي شوي ما بي مليان ما يجي ثلاثه شوف كل الاوامر كل الاوامر تعال يا شباب تعال هات هات الكاس ذي هات تعال يا هات 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 سر يلا عشان اعلم الشباب يلا يا جنود يلا تعالوا يلا يلا يا شباب يا جندي يا جندي يا ابو سياف انت جندي مستقيد لبعينك تعال يا ابو حصه تعالوا يلا عندنا تدريب يلا بسرعه يلا ولا كلكم تفناش من ذاك تجنيد يلا 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 ازعجك توني اعلمك الحركات علمني يلا شوف عنده هذه حركات جديده يقول ها عارف هي بلاي ستيشن ولا ايش قاعد يسوي يلا روح وهذا عنده واسطه بس وقف ترى يبيك يا ابو سعد على فكره
ها عادة سر السلام يا سلام الله الله يمسارك شوي يسارك شوي يضرب فيه اليمين در سلام جميل يا شباب عادل. شفتوه والله ممتاز شفتوه يلا كلكم طيب يلا مع بعض مع بعض خط خط يلا مع بعض يلا يا شباب يلا 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 مع بعض خلنا اعطيكم الإعادة تعال يا مستقد يلا يلا مع بعض تعال يا جندي هذا واسطة ذا كلهم واسطات ايش نسوي عادة استعد معه استعد يا شباب سر اوقف يا قف ابرك خلكم سيد واحد سيد واحد قدم الله يرجع سيد واحد شارع سيد واحد يلا ها عادة عادة للامام عادة الشر يا اخوي سر وين للامام تن 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 لليمين انظر لليمين انظر يا سلام يا سلام عليكم لليسار در يا سلام لليسار در الله عليكم هذه رقصة ولا مشيت الجنود امشي عدل سير 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 اوقف اوقف خليكم سيد واحد اوقف اخذك يا رجل سيد واحد سيد واحد حط الشاهن عنك معلش دقيقة حط الشاهن لا لا حطه اي شاهن هذا يا شباب عند يلا دقيقة 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 لا يبرد نحن هنا جاي نسمع نحن لا 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 غازي صب على وردتك شاي شاي عشان تكبر يلا خليكم سيد واحد سيد واحد يا شباب سيد واحد لا سيد واحد كذا وقفوا كذا وقفوا كذا وقف كيفك انت وقف على كيف يا ابو سعد يا ابو سعد يلا شوارع هو يلا سيد واحد نحن الجنود نحن الجنود نحن الجنود نحن الجنود نحمي الحدود نحمي الحدود نحمي الحدود نحمي الحدود نحن الجنود نحن الجنود نحن الجنود نحن الجنود شد حالك ما في احد وين راح ما ادري وين راح لا مصابين نحن الجنود نحن الجنود شد نحن الجنود نحن الجنود الله يكثر خيرك الشاهي والزينه الشاهي والزينه تعال تعال لا والله وش القرغش يا ذا تعال تعال انت من تبغى تشتغل ولا ما تبغى تشتغل لا نسال البرايم بس تبغى تشتغل ولا ما تبغى خلنا نسال البرايم بس نسال البرايم بسك معنا ادري الشاهي دقيقه ها والله يطلع اهلا ادري والله شباب شباب وصل 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 مرحبا 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 وسهلا ادري والله وصل 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 يا جنود ابصكم خمس الحين اوريك فيه يا شباب وصل معالي قرب من الكاسه انتم معالي لا اطبقك الحين سلم سلم ابي اجازه طال عمرك اروح اروح ابي اجازه اجازه ابي اجازه اروح انا هي هي علي اهلا وهلا بنروح لل امي مفتقدتها لو تسمح والله لو تسمح شوي سعادتك اليوم مبطين مبطين ايام ابراهيم لا 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 سؤال يا معالي انا اشوف انا ضابط وهذا لا شوف هذا الجنود هذا الجنود متميزين غير هذا الجندي استعد هذا تحيه مثل ما تعلمت يا عسكري اخوي هذا منين جاي عذري تحيه مثل ما تعلمت اخوي مكلمك عذري تحيه مثل قدام العسكر تكلمني الله عيونك خبز بيض يا بيض وقف وقف كفو كفو سيدي كفو سيدي كفو كفو سيدي لعيونك سيدي ها لا عشان عشان اخوي خلاص وقف شو الحديد شو وضعك يا ماريو راقد يا نقيب انا ضابط اي نقيب يا عقيد في جابر هلا اخذت تمام العسكر تمارين والله شوف التمارين كلهم كانوا ممتازين فيها ما عاد هذا الشخص مهستر هذا الشخص يعني في سلام رساله هذا دائما يقاطعني لما انا لا لا عن اسمه هذا رئيس انا ممكن انا ابغاك احد سمح لك ابغاك تنقله احد سمح لك انك تتكلم ممكن تنقله حايل اصبر اصبر ما انت ما انت هو تاخذ خطوه قدام وتستعد بعدين اذا انا امرتك يلا يلا كفو الحين كفو سيدي كفو سيدي يلا كفو سيدي تفضل اقول لك هذا هنا يبغى له نقل نقله الى حايل بعيد لا بعيد ساكن خلي يروح حايل هذا النقل الى ابها انت ساكن بالرياض إيه؟ ودوا العشير عسير بس خلاص اذا العين من عسير وهالعسير روح عسير وغلط هذا ساكن حايل لكن ابغاك تبدي ابها هذا حايل ودوا خرخير وين خرخير خرخير
هذا يا سيدي سيدي انا مع الجنود طرش هذا سيدي متواضع وهذا سيدي هذا الشخص هذا الشخص منو حطم كل مقاييس تقليد اول بدايه لم يتدرب ثاني شيء شعره محلقه ثالث شيء ابيض اول مره اشوف جندي ابيض لازم نخليه في الشمس عامل الميز هذا عامل الميز عامل الميز الميز شنو يعني جندي هذا هذا مال المطعم اسمعني يا الحبيب انت من يقول مشتاق بيطلع انا بالمدينه ها انا والله خلاص هذا شوي ان شاء الله بالبرايب الله لا يعطيك نفرح فيه ان شاء الله طالع انا بالمدينه خلاص نفرح فيك طالع لا 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 انا بالمدينه هذا شكله يطق خلاص روح المدينه ابي وادي الاجمال ها روح السرار روح السرار انا اضرب هنا وانا هذا خف قف قف انا ضابط عنك ولا قد ولا ايش انت روح روح وافي وحده كافي وحده كافي وش وافي الكامل الوافي الكامل الحين الصافي خاشمك الذئب مرتنا والله هذا الذئب يستحق اسمع انت بالكلام الصحيح انت بالكلام الصحيح اسمع ابو حصان سلطان جاب العيد داخل خلنا ندخل سلطان جاب العيد سلطان كسر الشاشه سلطان كسر الشاشة سلطان كسر الشاشة سلطان كسر الشاشة سلطان وحمد الطيري تعاون معه خربها سلطان سلطان وحمد كسر الشاشة اشهدوا اشهدوا سلطان وحمد كسر الشاشة سلطان وحمد كسر الشاشة المشكلة ما في ولا شاشة ده عبودي عبودي ابو العيون السودي عبودي يا عبودي يا ابو العيون السودي عبودي يلا سلطوني يا سلطوني يا اللي من سيتي ماكسي ايش يا مهبولي زي الناري زي السيخ يا ابو سعد لا جبتها بضمه لا ضمه ولا ولا يا سلطان سلطوني يا سلطوني دهني يا اخوي يا الماريو ترين ماريو اتحداك اتحداك تعرف من هاي راقصته الله يوريك الله يوريك سلطان 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 يا سلطان 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 بدوري يا بدوري اللي تشبه الغوري تحب الكارنكيه وتحب بدر الضوء دقيقه دقيقه عبد الله شو شو من وراك الستاره هذه انا احبها كذا محسن احسن الحياه محسن يا ابو تركي يا حبيبي يا ابو تركي لو نحن نفتقدك والقرية تفتقدك يا ابو تركي ان شاء الله راقي بعد احلى صيحة احلى صيحة قلتها واحد اثنين ثلاثة سلام حس وسلم سمعنا ابو تركي طاقة سلبية عندك اليوم مثل هذا فيصل احيي دعوة دعوة كراسي داخل يلا يلا معك حبل مع معك جركل بحصة يلا اعترف لكم شيء بس ذكر هذا كله جوكم ترى بيض والله والله مشاهد يراضي فيك يقول بيض ولا شطه ايش السالفه ايش ذا طيب تعال تعال تبي شاهي هذا يا حبيبي تبي تونه بدر بدر ابو حصه والله ما توقعتك انت تسن معهم زي كذا والله ما توقعت تسن معهم كذا منحط لهالدرجه والله يا فصولي يا فصولي 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 لا لا فصولي مرزوقي يا مرزوقي تكم تكم امش امش الله يسر امرك ما دريت بدوري يا بدوري هلا يا من يمسك مزوق على خير قف 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 بخبرك قف 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 قوية صدمني مرت علي ولا حسبت حسابها مساء الخير عزوز هذا انا نسيت اروح عند ربعي لا شوف ربعك من الاسود الدببة الاسود الاسود جام يا بشاعات روح الكرديال اشهد انها غاية تمرد الجميع اشهد انها اسمع انا رجال طبعي كذا انا عايش بين اسود انا ما ارد على اي لباس العمامة اللي تحبونه تبون مشاري
تعظ هذه الموت شيتا اوف الموت الموت هذا الرايق حاتم الشهري شو اسمه انت عادي تدخل يدك عليه دعبول اسمه كعبون ها هاي ها لا والله ما انت تملها عندكم هاي والله العظيم ودي انكم انهم سموك عليه لكنهم سموك على واحد نطق من هنا ليه خايفه يا ولد ولا سلام شو والله لا قبل شوي هاجم الابو يا ولد امانه قسم بالله احنا خرجنا هنا يا ولد تعال تعال شوف مسكين يا ولد شوف شوف خذيت تعال اقول لكم درب تدريب ضرب يضربون لا لا الشباب يا 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 رجو زعلان قوي ولد ترى يمدي لي يطلع حمل الحديد ايش كوم كان هلا تعال تعال حبيبي مدلي مشتاق تعال عطني مدلي ايش اذان اذان انا بذن انا لا بذن انا بذن لا لا لحظه اذن عند طلال الوالد اي قال لي اذن تبي تاذن انت اي لانه قال لي اذن خلاص اذن انت كيف حالك يا حبيبي؟ يا شكاته وينها؟ تحفته عطني جو والله ما جبته انا هذا طلب منتي بعد اوه وين ذي؟ اقسم بالله ايه ها؟ حبيب قلبي والله هاي منين جايبها ذي؟ كم منتي تعطيها؟ والله اشتراها من فوق ارمها لها من فوق لا والله هاي تطلع منتي انت اظهرها يا ابن حلال اسمع سلطان سلطان هلا ايه هذا والله كان في المخيم عارف ثاني يا واحد من العيال اسمه يا حاتم حاتم راح يا حاتم القصيده اي والله زانتها تصدق يموت فيها ما اخذ الثانية مرة طال عمرك انا في المخيم لا ما زالت اسمه هدي طلال اللي يموت هو الحين نعم استاذ تبي يصير صديق قاعد ف... لا 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 شو هل بيحتاج الله ما يقتلها ابن حلال يا اخي ضاع امس ضف لك كيس تمر دب دب شري رجال يحب التمر عشان القهوة. نزلنا شبيهك يا سلطان. هبة. يا ولد الأكل هذا. شبيهي والله شبه كسار. مطبوخ ولا ني؟ شبيهي أنا والله هذاك. ني ها؟ هذا شبيهي تعال. خلاص. شوف شبيهي. شو أحسن كله معاك. يا ولد ما خليت أحد ما شاء الله رجل ليس. ايش تبي؟ صبيحبي. 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 يا شبيه صبيحبي حسبي عليك. يا شبيه صبيحبي مالت عليك. من هو ذا؟ سلطان؟ هذا سلطان. يا شبيه صبيحبي مالت عليك. يا ولد هذا دمر الدنيا. يا شبيه صبيحبي. أبو فجر. عيون أبو فجر. يا حلو نوقف بنتك ما شاء الله. الله يسعدك يا شيخ. يا حلو. خلها تشوقني الله يرجب لي. يا حلو. زر الله إني مشتاق لها. شيم الله يخليهم لك عاد حنا بنجيك ان شاء الله بنجيك عشان تولع باذن الله يعني حتى لو وفك وشوف ان شاء الله ما يكسر يعني حتى لو دخل في بعض اي شيء امتلكها؟
الاحتلال اذا مسك الفريق الفريق ودعبول كابول 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 تعاطى اسلاك شواحن يا عامر شلون تعرف الرجال من المرة؟ الله كأنك عرفته يا لولو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة المقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبإسلام دينا محمدا